يعني سلمى، بعد هذا التقرير اللي بيحمل أخبار منوعة طريفة، وشفنا يمكن الصبية المصرية اللي يمكن هي اللعبة سلمى، قد نحن بنسمع إنه هي فقط للرجال وبيتميزوا فيها الرجال، لكن مثل ما عم نشوف في هدف واضح وفي إصرار إنها هي توصل يمكن لمراتب كتير عالية. قد هذا الشيء مميز اليوم سلمى؟ يعني كتير هي الفكرة بحد ذاتها حلوة، إنه السيدة تتحدى وبنفس الوقت يمكن تفرغ طاقة سلبية بعيدا عن المشاكل والخناق والشي اللي دايما بيكون محيط بالسيدات. عم تفرغ هاي الطاقة يمكن الكبيرة بالرياضة. بتحبي هيك نوع من الرياضات سلمى؟ اي بحبها، بس ما بظن بيطلع مزبط معي. بايدي. لازم يطلع بايدي. اكيد. طيب سلمى، رح نروح اليوم كمان لفقرتنا الاولى يلي هي فعلا كثير مهمه، ونتمنى انه كثير من الناس يسمعوا النصائح يلي رح نحكيها اليوم، لانه فعلا اليوم صرنا بواقع بتنتشر فيه الشائعات بشكل كثير كبير. وسلمى، يمكن اكثر الشائعات يلي سمعتيها على مواقع التواصل الاجتماعي وانتشرت بشكل كثير كبير وحسيت انه هي فعلا مزعجه، شو كانت؟ يعني يمكن اكثر الشائعات هي الشائعات اللي هلا عم تنتشر بصور مفبركه واستغلال للوضع المعيشي اللي نحن فيه. نحن ما حدا بينكر انه في ظروف صعبه عم بنمر فيها كلياتنا، بس انه مثلا يحطوا لك صور لناس فقيره، يحطوا لك صور لناس عم بتبيع اولادها. هذا النوع من الشائعات كثير مضر بهذا الوقت، وتداوله هو الاخطر حاليا. صحيح سلمى، خلينا نحكي بهذا الموضوع بشكل مفصل اكثر، ونحكي عن التصفح مواقع التواصل الاجتماعي اللي أصبح معرض لحالة من التوتر والضغط. كيف نتعامل اليوم مع ما نتعرض له مع السوشيال ميديا؟ كيف نقدر نعرف صحة المعلومة قبل ما ننقلها؟ هذا الشيء أكيد يلي رح نتعرف عليه اليوم مع مدربة مهارات الذات الأستاذة فاتن نظام. صباح الخير. يسعد صباحك. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيكي. يسعد صباحك أستاذة فاتن. صباحك. يعني مثل ما حكيت فرح، اليوم مواقع التواصل الاجتماعي صار في إلى جانب كبير لتنقل مو الأخبار، تنقل الشائعات أكثر من ما أنه هي يكون وسيلة للشخص يتصفحها ويأخذ منها معلومة. نحكي عن هذا الجانب، بقدر ما هي وفرت شيء إيجابي أيضا وفرت جانب سلبي. حياة السوشيال ميديا أو الوسائل التواصل الاجتماعي هو سلاح ذو حدين. يعني مثل ما نحن أول شيء كان هو إنه له آثار إيجابية بتواصلنا مع بعض، بسرعة بنعرف أخبار بعض، سهولة المعلومة، كل هالوظائف الإيجابية. ولكن هذه الفترة الماضية حقيقة كان هو له آثار سلبية وكتير سلبية. سلبية أول شيء السبب فيه نحن استخدامنا، كوننا نحن طالعين من شهرين حجر صحي، فنحن كان هو طول الوقت زيادة عنا كان هو عبارة عن السوشيال ميديا، يعني التواصل الزيادة كان في استخدامه. ولكن الفترة الأخيرة الأسلوب التعاطي مع الأخبار كان هو يلي شيء داعي إنه بقى لا انتبهوا، لا صار في نوع من الخطر، يعني حتى مو آثار سلبية، لا في نوع من الخطر، في تداعيات يمكن خلينا نقول ألا صار في عندنا ناس عندها اكتئاب حقيقة، صار في عندنا ناس إنه شو صاير، شو في، تمام. فنحن مثلا الفكرة الاستسهال بموضوع تداول الشائعة هذا واحد، الاسلوب اللي نحن بنقوله غير منطقي، يعني نحن النسخ اللصق اللي هو حتى انت ما توصلتي بس فيسبوك عم تحطي بس البوستات، لا هي عبارة انه عم تنقليها ردي على الواتساب اللي هو فيه كمان شرايح كتير وانت معك ارقام عالم كتير. فهي ما عم تكفي يمكن كلمات، هي عم تنزلك مع صورة، ودائما نحن ما تكون في صوره بالسوشيال ميديا بتصير الواحد تشتغل عندك اكثر من حاسه، يعني هي ما بس القراءه، العين، وانه بتصير المشاعر تتهيج زياده انه نحن وين رايحين وشو صار معنا. نعم، كان قد هذا الشيء بيخلق جوات كل واحد فينا يمكن نوع من التوتر والقلق، مجرد خبر سيء من دون ما نتاكد من مصداقيته بيخلق جواتنا نوع من التوتر، وكل شخص يمكن سلمى ببلش ينسخ على صفحته وهيك بينتشر الخبر اكثر واكثر. هذا الشيء ما بدنا يعني يصير. كيف الشخص بيقدر يحاكم عقله بالاول ويقدر يتاكد من مصداقيه الخبر قبل ما ينقله، حتى لو كانت الصفحه موثوقه، كيف نحن بنقدر نتاكد من الخبر قبل ما ناخذه؟ يعني نحن في عندنا في يعني نوعيه شباب اللي ما بنقدر نحن نقول انه كيف بنقدر ناخذ هذا الموضوع بطريقه فيها مثل نقول ضوابط خلينا، لكن هي الفكره انه العالم هي حابه قد بتجيب لايكات. من الاخير
قد ايه انه انا كثير مهم، شوف قديش عم يتابعني عالم. فهي عم يتاخذ الخبر بطريقه يمكن مبتذله، بطريقه يمكن هو يزبط لها مثلا هي خاصه تبع النقاط، مثلا بيكتب كلمتين و7000 نقطه او وجوه مثلا سمايلات تماما هاشتاق، يعني هي الحركات هي عباره انه شوفي بعض النقاط، يعني الواحد صار في عنده هاجس انه بصير بتسائل، يعني انت مو مجرد انت عم تقري، وخاصه اذا مثلا ناس شخصيات مثلا نقول انه هي في عندها مصداقيه معينه، ما تيجي تنزل الخبر تمام هون انت الاشخاص عم يتداولوها يا بيزيدوا كلمه يا بنقصوا كلمه او بيشتغلوا على انه هم بصيروا من ابداعاتهم الشخصيه. ونحن في عندنا فئه من الشباب كانت تكونوا بالصوره، في عنا عندهم ابداعات شخصيه من نوع الابهار، انا كيف بقدر لفت النظر، كيف بدي اخلي العالم تنتبه لي انه انا موجود او انا موجود على الساحه. فنحن المصداقيه في عنا مصادر، انا كيف بنقول انا كيف بوصل للمكان الصحيح، فعلا نحن مصادر موثوقه مثلا خاصه الاخبار اللي هي عم تتداول يوميا. نحن الحاله الاقتصاديه ما بنقدر نقول انه ما في انه في وضع حاله اقتصاديه معينه متعب، ولكن نحن دائما بخلينا نشوف الواقع كما هو، لا مو كثير نزيد لان العالم ما لها متحمله حقيقه، العالم ما لها متحمله انه انت تزيد عليهم القلق، تزيد عليهم انه بكره ما بقى تقدر تاكل. هي الفكره لحالها تدويره واسلوبها، فنحن في عندنا مصادر، في عندنا مواقع اخباريه، وخلص انت التزم بالمصادر الرسميه. يعني انت اول شيء خلينا نسهل على حالنا، يعني احنا ما بحاجه يمكن لضغط، يعني صح الدنيا ورديه كثير، بس هو الحاجه للواحد يتفائل شوي انه على القليله يستوعب الامور. يعني احنا دائما ما تنقول بالتنميه البشريه او بمهارات الذات، حاول تقبل الموضوع او كل ما هو جديد مثل ما هو، لا تزيد بزيادة فبركة أو البهارات تبعاتنا اللي بنحبها. يعني مثل ما قلتي يمكن أستاذة فاتن، على مواقع التواصل الاجتماعي بتختلف الأعمار اللي موجودة، وبالتالي بيختلف نوعية الكتابات، لهيك بيكون من الخطير أنه تتاخذ هي المواقع هي مصدر للأخبار وللمعلومة، لأنه شخص ممكن يكون عمره 12 سنة يكون ماسك صفحة ومؤسسة وعنده آلاف المتابعين وعم بيحط أخبار تماماً عليها، وهذا الشيء بيتنافى مع نوعية ومصداقية الأخبار اللي الأشخاص ممكن يتابعوها. ونحكي عن الآثار النفسية اللي بتلعبها مثل هي الحروب اللي حتى ممكن تنشن علينا، اللي هي حرب الإشاعات. يعني احنا حرب الإشاعات دائما هي من أخطر الأمر. الواحد يعني خلينا نقول بكل أزمة في عندي هي الإشاعة اللي بتطلع قبل، اللي هي أول شيء مثلاً قبل كانت الكورونا الأسلوب التعاطي أدي كان فيه عملنا خوف قلق توتر، صار عندها يمكن أمراض جسدية من خلالها. نفس الشيء عندك دائماً أنت أول شيء من التوترات اللي بصير عندك هو مستويات التوتر، انه انت بتزيد عندك الافراز لهذا الموضوع، بصير عندك قلق، بصير عندك خوف، بصير انه كل يوم عندك يمكن تردد شو بدي اعمل لبكره. بالاضافه للصحه العقليه، يعني انت ما بتقعدي بقى بتخططي، ما بقى عندك تفكير انه لو بتكون انت مرتاحه نفسيا، انت ماسكه هذا الموبايل اللي هو كثير سهل التصفح فيه وسهل انت تتداولي تاخذي الاخبار، فانت بكل اريحيه وانت يمكن متسطحه او هيك عم تاخذي الاخبار. طب انت بمعنى معناته انت جسمك متقبل ياخذ اي قصه بالطريقه السليمه ويفوت عندك بالمشاعر الخوف القلق التوتر حتى الضغوطات. يعني انت مثلا انا ما في شيء اموري تمام، حطيتي لك انت خبري حطت خبر وهي صديقتي، فمعناتها لا معناتها في مزبوط وحقيقي، وهي يمكن انت جاي على بالك تحطي، يمكن انت ضايق خلقك، يمكن. فهي الفكره عباره عن نمط سلوكي، هي عاده، يعني هي الفكره انه انا خلص تعودت انه انا بدي اتابع فلانه عم تحط والله شغلات مهمه، وكل ما نحن بزيد عنا القلق وبصير عنا الضغط. فهي الفكره ما لها بالساهل، هي حقيقة عمل لناس كتير اكتئاب، وخاصة من 10 أيام صار في ناس عندها كتير اكتئاب ما بقى تتحمل، حتى إنه الصور للعملة، صور للأشخاص اللي هلأ حكيتي عنهم، صور لأولادي اللي هو عم ينشغل بطريقة كتير سلبية ومزرية. خلينا نقول إنه أنت ما تستخدم صور أطفال صغيرة بالسوشيال ميديا وبطريقة موجهة، خلينا نقول هي طريقة موجهة لأنت توصل لهدف معين. أنت شوية عندك إحباط، حالة إحباط، خلص أنت خلص سكرتي من جميع الجهات، فهو لا تنزال الشخص لأبعد الحدود، خلينا نقول انتحار.
هي فكرة الانتحار اللي هي وردت كتير بكتير صفحات موجودة على هي، وحتى في شباب وصبايا وصلت معهم لهي المرحلة، وخاصة في تناقل أخبار يلي انتحر ويلي خسر ويلي كذا، هي لحالها أحيانا بيكون الموضوع بسيط بتتعب. وصغير، بتتفاجئي على مواقع التواصل الاجتماعي قد ايه هو كبير وبيعمل بلبلة وبينتشر الخبر كأنه هو فعلا خبر حقيقي وصار، والناس عندها تقبل يمكن للشغلات السلبية وبتنشرها بسرعة أكبر. اليوم قد ايه مهم يكون كل شخص فينا هو صاحب مسؤولية؟ إذا ما كان صاحب مسؤولية لازم يكون في محاسبة، في شغلات يمكن كبيرة ما ممكن التهاون منها، التهاون فيه عفوا. قد ايه مهم اليوم يكون في مسؤوليه ومحاسبه بمواقع التواصل الاجتماعي، لانه اليوم ما فينا ننكر اهميتها بالوضع الراهن. هلا نحن التواصل الاجتماعي هو له اهميه، ما بتقدري لا اليوم ولا بكره ولا بعد 100 سنه انه تقولي ما موجود، لا هو مهم، هو مهم الي والك، مهم في عندي في تواصل، يعني هلا هو بيساعد كثير على التواصل بين الاخرين، نحن في عندنا مسافات بعيده بينه وبين احبابنا، فهو بيساعد كثير هذا التواصل. هي انا ما بقدر اقول انه هو سيء، ولكن هو في المنحى اللي هلا متجهينه، اللي احنا دائما في عنا كل فتره وفتره اتجاه معين لسلعه معينه خلينا، او فكره معينه، وهو عباره عن ترويجها بكثير اساليب. الضوابط انه في بتقولي لا، هي عباره عن في تسلط الكتروني، يعني احنا تلقط في تسلط، حتى انت في تسلط على عقول، يعني انت في عباره مثل ما قال انه مثلا في احيانا الاطفال هي عمرها 12 سنه، فانت شوفي اذا انت بلشتي من 12 سنه عنده هذا المخ الالكتروني، فهو قديش عندك عده فئات بقى، اللي هو بتعيد توجيه عده كلمات، عده قصص، عده صور، فهو بيشتغل على الاساس. نحن بالنسبه للضوابط انا بدي اقول لك المسؤول هو انت، يعني دائما نحن في شيء اسمه عندي القراءه ما بين السطور، نحن مشكلتنا نحن بس من الصفاح، تصفح عباره عن صوره ذهنيه انت عم تاخذيها وتنقليها مباشره، ولكن قليل منا ما بيقرا. الفكره انه انت بتقري مزبوط ما بين السطور، وين الخبر الصح، وين الخطر، الخبر السيء، وين هو عن جد هو ماشي بالمسار الصحيح. هون انا بقول لك انه انت بتشتغلي صح. النقطة الثانية في شيء اسمه ابتعد عن كل ما يؤذيك، يعني أنا إذا هذا الشيء عم يأذيني فأنا لا، كثير سهل سكر تليفوني، يعني هي حقيقة هي من القصص اللي نحن شغلنا عليها الأسبوع الماضي، أنت تعبتي نفسياً، أنا عم بفتح الفيسبوك وعم بتعب نفسياً، خلص ابتعد عن كل شيء ما يؤذيكي، طفي للموبايل، ما بدك أنت تتدهوري أكثر ما نفسياً أنت متدهورة، فمعناتها الفكرة هي قرار ذاتي. ما تنقول نحن بأي موضوع بأي سلوك أنت بدك تنهي، فهو السلوك هو كبسة زر من عندك، مو أنه والله أنا بدي الضوابط، ولكن نحن المرأة افتحها اليوتيوب حطي لك كم فيديو يمكن يساعدوك أنت على تطوير ذاتك، يساعدوك حتى على رفع الطاقة الإيجابية، ونحن ضروري كل فترة وفترة نستعيد هي الطاقة، لأن إذا ما أخذت النفس صح دائما بس في عنا يمكن تعب ضغط نفسي اكثر. اكيد. يمكن استاذه فاتن عم تحكي عن شيء دائما بنسال عنه، والناس اوقات بتقول انه شو عم تحكوا انتم هلا، وانه طاقه ايجابيه، وانه هاي كمان فصيله من الناس اللي هي مستعده دائما مرض. تماما مستعده دائما تسكر الابواب بوشك، انه وين هلا انه طاقه ايجابيه عم تحكوا عنها، وانه هي فسحه امل، وانه سلوك انا قدران اتبعه، وانه وانه وانه، وهذا كله طبعا بيكون صار مخزن عند الاشخاص من كميه الطاقه السلبيه فعليا اللي بيكونوا اخذوها، اما من قراءه اشاعات، اما من اخبار، اما احيانا من محيط متشائم حواليك. هي صعبه القصه بس ممكن بالتمرين تصير سهله. اليوم شو النصيحه اللي بتنصحيها ل كل حدا ما نو قدران يفتح هذا الباب، ما نو قدران يبتسم وهو تعبان، ما نو قدران يشوف الشيء المنيح بعز دين مثل ما بيقولوا العجقة؟ يعني هلا صدقيني هي الفكرة، الكل تعبان وكل شخص عنده ضغوط نفسية، بكل واحد حسب وضعه وحسب نفسيته وحسب يمكن حتى تحمله، نحن كل واحد فينا عنده نسبة طاقة تحمل. يعني أنا بتحمل غير ما أنت بتتحمل، غير فرح بتتحمل، كل واحد له طاقة معينة بيتحمل فيها، ولكن أنا ما تنقول أنه أنت بدك تسكريها نهائيا، طب معلي إذا سكرتيها نهائيا أنت سفتي بدائرة الاكتئاب اللي بعمرك ما بقى تطلع منها، وما تفوتي أنت بدائرة الاكتئاب بصير عندك نوع شيء اسمه استسلام وعجز، يعني أنت غير قادرة حتى أنت تقومي لتاني يوم، يعني أنت فقتي الصبح ما عندك قدرة تتابع نهارك. طب هذا العجز معناته انت صار عندك رفض للحياة، فانت معناته خلص نهيتي حياتك وامورك كلها انتهت. طب نحن الضغوط انا الي والك وللجميع هي الضغوط، طب انا بقدر اشتغل عليها،
انه هي دائما باي مشكله باي ضغط نحن بنقول عليها مشكل مؤقت، يعني بمعنى هي ما لها دائمه، بمعنى وقت انا بدي اطلع بالكاسه ما اطلع انه الملان، لا انا بقول لك لا انه هي مؤقته، بس انت تعتبري اي موضوع بحياتك هو مؤقت معناته هو ما له دائم، مشكله هم ضغط حزن اي شيء هو مؤقت، هو ما له مستمر طول حياتك، يعني انت اذا عملتي بس جدول لكل امورك وامور حياتك انت حتلاقي في امور لا هي فيها سعيده، ولكن برمجتنا برمجتنا اللي نحن دائما بنحب هاني شاكو منضلنا نبكي هي عن جد فكرة، هي برمجة، هي برمجة انه ان احنا دائما في شيء عنا السلبي، حتى حطي انت اخبار وهلا ذكرتها، حطي اخبار عدة اخبار ايجابية تمرقي عليها عادي، حطي بس خبر هيك كلمتين شفتي شو صار شفتي، ونحن فورا من مهول ومندقدق تليفونات، يعني اذا ما قدرت اوصل لك فورا انه فوق شو صار. فهي الفكرة الاساسية انت شو حابة، يعني احنا ما الطاقة الإيجابية دائما الواحد إذا أنت إذا فقت الصبح طلع النهار عليك ابتسمتي وصحتك منيحة هي طاقة إيجابية، مو الطاقة الإيجابية هي عبارة عن شيء خارق، لا هي الفكرة أعطاك ربك نهار جديد استخدميه صح، وأمورنا بإذن الله على خير، يعني ما لا هي هالقد سوء، ولكن بدنا نتقبل في ضغوط، كلياتنا مضغوطين كلياتنا تعبانين، ولكن بنقول بكره احلى او يمكن مشكله ان شاء الله مؤقته وبتنحل باذن الله ان شاء الله، واكيد ما في احلى انه نقول نحن نتامل انه بكره يكون حلو، يكون في انجازات جديده، يكون نوع من الرضا عن الذات، رضا شوي سلمان كل شيء عم بيصير معنا، مثل ما قلنا بالبدايه انه اكيد الظروف صعبه، نحن ما عايشين بكوكب مختلف، لكن اكيد في طاقه فرج اكيد عند كل شخص، ونتاكد دائما من الاخبار قبل ما تنزرع بمخنا وقبل ما ننشر على مواقع التواصل الاجتماعي اللي صارت كتير كبيرة اليوم وتعددت كتير. فخلينا نقول لك شكرا كتير لك أستاذة فاتن على المعلومات اللي قدمتي لنا. أهلا وسهلا فيكم، شكرا لكم، شكرا لك ولكل المعلومات اللي قدمتي لنا. تحياتي، شكرا لك.